يعتبر الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، والتعميم أفضل طريقة للتبرير. يعني إذا فيني عيب فكلكم عيوب، وإذا كنت أنا سارق فكل الناس حرامية، وإذا أنا متوحش فلأني عايش وسط ذيابه، وإذا كنت كذاب فلأن الصدق غير موجود أصلا. وللأسف هذا التفكير مش صادر من شخص ناوي يتغير، لكنه صادر من شخص مقتنع بنفسه وراضي بأفعاله وناوي يستمر، لكنه يحتاج حجة ومنطق يبرر فيهم أعمال الوحشية تجاه الآخرين. يبي يقنعك إن في القصاص حياة، وفي الحرب سلام، وفي الهجوم على الأبرياء دفاع عن النفس، وفي الظلم حكمة، وفي العداوة محبة، وفي السيف رحمة، وفي الدنيا إنسانية، وفي الغلط صح، والمطلوب منك تقبل وانت ساكت. هذا منطقه وهذا ايمانه، شايف انه خليفة الله في الارض، واكبر مبرراته انه ينفذ امر الله في خلقه، مقتنع ان كل الاديان تحمل نفس الافكار، مش بس دينه، كل الاديان فيها قتل وذبح وتكفير وحدود وجزية وجهاد وردة، وكلهم يسلبون المرأة حقها وأكثر بكثير جدا. صعب عليه جدا يجمل صورته، فيحاول تشويه صورة الناس، وبنفس الأسلوب والمنطق يطلع لنا كل يومين واحد في الإعلام ويدعي إن مش بس عندهم فيه قتل وتكفير واضطهاد، لكن حتى المسيحية فيها نفس الشيء بل وأكثر. طيب أنت من فين جبت إن المسيحية فيها كل ذا الكلام؟ يعني هل أنت مسيحي مثلا؟ هل تعرفت على المسيح؟ هل قريت الإنجيل طيب؟ هل عمرك سمعت عن رجل دين مسيحي أباح دمك أو عرضك أو فرض عليك الجزية؟ هل الحال في جعل صورتك مقبولة أنك تشوه صورة المسيح؟ ممكن نعرف فين شفت أن المسيحية تكفر غير المسيحيين؟ أو أنت كذا من نفسك قررت أن المسيحية كذا فهي كذا وخلاص؟ ما لقيت حل لمشكلتك إلا أنك تتهمنا أن إحنا مثلك. ليش مش هاين عليك الناس تعرف الحقيقة؟ ليش صعب عليك تقبل حقيقتك؟ ليش مانع الناس تتعرف على المسيح؟ ليش مش قابل تفهم أن المسيح رحمة؟ المسيح محبة، المسيح عدل، المسيح يحبك وأمرني حتى وإن تكرهني أحبك. المسيحية خالية من مشاعر الكره تجاهك أو تجاه أي إنسان ثاني مهما كان أو مهما كان منه. وعلى فكرة ترى ما في شيء اسمه تكفير أو كافر في المسيحية، وكونك غير مؤمن باللي أنا مؤمن فيه ما يعطيني الحق إني أقتلك أو أجرحك أو حتى أأذيك. ومن فهمك إن المسيحية تقتل المرتد؟ أو مين قال لك أصلاً إن في شيء في المسيحية اسم الردة أو حد الردة؟ كل إنسان يا أخي حر في اختيار دينه وعقيدته، وترى المسيحية مش في حاجة تفرض نفسها على أحد أو تشتري ناس، وترى المرأة حقها في المسيحية مصان مثل حق الرجل بالضبط، ما ينقص من حقها شيء، الاثنين متساويين عند الله، شركاء لكل واحد منهم دوره ومهمته في الحياة، والعالم كله يشهد إن كل ما وصلت إليه المرأة اليوم من مكانه وحقوق
كان بفضل تعاليم السيد المسيح اللي كانت واضحة في تغيير حال المرأة في العالم قبل مجيئه وبعده. المسيحية بريئة من الكره والحقد والدم والخصام. المسيحية مش تعاليم بشر عشان تغلط أو تميز. المسيحية تعاليم إله حي محب وعادل. المسيحية خالية من تعاليم الفرض والغصب والأجبار. المسيحية أفعال مش شعارات. رجاء أن تعرف على المسيحية بجد، بلاش كذب وافتراءات. ونصيحة، بدل ما تضيع وقتك تشوه تعاليم المسيح، حاول تتعرف عليه أكثر وتتقرب منه. تعب نفسك شوي، أو خلي كلامك مرجع على الأقل عشان نعرف إحنا بعد نرد عليك. أتمنى تكون عرفت إيش المسيحية وإيش علمنا المسيح. وفي الختام أشكركم على المتابعة، وأتمنى لقائكم الأسبوع القادم على خير. في أمان الله.